السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة كليكو وأطباق بلادي المغرب مع مريم بركات، وهي سلسلة من وصفات أستعرضها على القناة أقدم فيها العديد من الأطباق المغربية من يد محترفين. وصلنا إلى الحلقة 38 والتي سوف نقدم فيها طريقة تحضير سلو أو سفوف، واحد من أشهر الأطباق التي تقدم على مائدة رمضان من يد الطباخة سعدية العلوي. أترككم مع الحلقة 38 وأتمنى لكم متابعة طيبة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. دابا غادي القهوة، دابا ياك مكون خليط ديالين ديال القهوة. أنا شنو فيها؟ فيها البلار وفيها بالي وفيها الدياموند، ثلاثة أنواع. هما هادو اللي كاينين الفوق. كيلو بحال غرام ديال الخليطة، هي تتكون حارة شوية. أنا كيف واحد شوية تجربي منو ديالنا وكتشوفي. 900 غرام و 100 غرام ديال الخليطة. جربي بيه وغادي تشوفي. هذه القهوة ميلونج، كتشربي شويه الحار عادي ياك، لا دوز ديال الليكو ديال الحار عادي. لا من الاحسن كديروا فيها حتى الحار. شويه شويه سكينجبير على حساب. دابا دير لي الخلطه اللي قالت هي زوينه الحاجه، دابا مزربه. حنا غادي نعطوك الخلطه بالمسمودين بال ياك. غادي الخلطه غادي نبداو منها، غنديروا قاقله قاقله، غنديروا حسب يعني حسب لو بوا، حسب الوزن ديال شحال ممكن نديروا. لان كيلو كيلو مزيان، كيلو من 100 حتى 120 غرام. 100 حتى 120 غرام، ونقولوا 100 غرام صحيحه، 100 غرام العشوب ديال العشوب، واخا 100 غرام ديال العشوب، وهذه العشوب ما خصهاش تكون فيها الحروريه بزاف، ما تكونش ناقصه ياك. وكنديروا عواد، حنا ما كنديروا قاقله، لان قاقله كتجي مع القهوه، هذه معروفه شرقيا وغربيا من زمان. يدير قاقله ونديروا خدنجال. خدنجال اللي الفوائد ديالو لا تعد ولا تحصى، وبالنسبه للمذاق ديالو كيعطي مع القهوه. قهوة كحلة. كنديروا القرفة ديال الكانيل اللي هو منشط ديال الدورة الدموية، كيعطي واحد المذاق للقهوة. كنديروا جوز الطيب، جوز الطيب وما تكونش كثيرة، باش ما تجيش حارة. حبة ديال هذا باش يشربها جميع المكونات الصغار الناس والكبار، وفي نفس الوقت تعطي الذوق. كنديروا زنجبيل سكينجبير، وسكينجبير معروف المرورية ديالو، ديك البند المرورية ديالو. كنديروا شوية ديال ظهر الفلفل، هو حار ولكن لذلك كنقص منه، كنديروا بعض الحبات. أربعة. كنديروا لاباديان اللي هي فلور دانيس كيما بالفرنسيه، واللي هي من لافامي من العائله ديال النوافع، منها شويه وما تكونش لانك اسمو. كنديروا الغوزه الصحراويه شويه منها، غوزه صحراويه ديال حساب لاغوز، شويه ديال القرنفل. كنديروا القرنفل، قرنفل القرنفل بعض الحبات ديال القرنفل اللي كلو دو زيغوفل. كنديروا نويره مي ماشي بزاف، غير حبات قليله. وكنهبطوا نمشيو للنافع. النافع اللي هو النافع البستاني، اللي كنديروا النافع البستاني شعره، شي حاجه ممتازه فيه، لانه هو كله فوائد ديال الغازات، منه غازات، لان هذه هي قهوه مع الشبا، هي قبل ما تكون شوربه بعدا راه كتكون دواء. دابا هي راه ولات دواء، دابا حساب لي غاز مستعمل باش القهوه ما تضرش، فهمتي. حبه حلاوه، حبه حلاوه حتى نديروا منها غير واحد القسط قليل. كنجيو الزنجلان البلدي، كنديروا الزنجلان البلدي، وخصو يكون منقي بحال هذا، يكون نقي، يكون يعني شويه اللوز ريفي. اللوز ريفي، اللوز جي بحال الكريم. هادشي دابا القهوه ولا اللوز، الا كان حبات ديال اللوز كيعطوا، كيطلع واحد المذاق، كيطلع واحد المذاق القهوه مزيان. غادي نجربها ونرد عليك الخبر. كنديروا مسكه حره، مسكه حره، مسكه حره كتعطي واحد المذاق، كنديروا منها واحد شويه على حسب المكون ديالها سميتو، كتعطي المذاق ديالها حتى هي. خلطه عجيبه هذه، خلطه تعجبك ان شاء الله، وغادي تعطي واحد لوغو ممتاز. والجيران غادي يشموا الريحه، الا ما شموا ريحه الجيران ماشي قهوه. هذا هو الشعار، هذا الشيء اللي كاين. صافي هاني وصلنا دابا
مسكه حره. الزعتر بقى لنا الزعتر كنديروا نسمه ديال الزعتر، واحد جوج حبيبات ديال الورد، جوج حبات ديال الورد. الورد راه وادي كمل معايا. اه بلادي انا جايبها قلبان مابقاش نضربو. جيب الزعتر بعدا وشي حبات ديال الورد يعني نديرو زربه الحاجه لقى. نعم شي حاجه هادي يعني ياك. حنا ما نخلوهاش حيبر باش لكل الزعتر. الزعتر هذا هو السر ديالنا. شويه الورد ها الزنجلان اللي درناه لان مسائل اذا كامله مكموله. الوقت خاصها تطحن بعضياتها، تدخل في بعضياتها وتطحن، ولكن النتيجه بزار بيا درتي بعض الحبات. بزار بيض حبات، بزار بيض حبات، لا هادي صافي شويه على حسب ما تكونش حاره، لان ديجا كاين مكونات الاخرى. تلادوز كتلعب كاين ظرف كلشي يجي ويخلط. فوالا هذا هو الاساس. كلشي على هذيك الخلطه شحال. هي كلشي على هذه الخلطه هنا دايره شحال دايره القهوه دابا هكذا معطره الكيلو؟ هذه 100 درهم الكيلو. لان ما فيهاش قهوه عاديه، لان فيها قهوه خلطة. لان فيها قهوه اللي كنديروا فيها كنزيدوا فيها حنا كنديروا باللار، كنخدموا حنا قهوه اصفر كنديروا باللار وكنديروا فيها الديامون نوار وكنزيدوا القهوه ديال البرازيل اللي هي بالي كنديروا خليط شفتهم الفوق ان الارابيكا بوحدها كتكون جاهزه مره يعني كتكون واحد عندها واحد المذاق مجهد بزاف. عربيكا مجهده. عربيكا مجهده حامضه شويه كتكون حامضه. اه كذا كل الاخرين الا كانت بوحدها. ملي كنديروا حنا الميلونج اللي كيدير ان ميلونج ملي كل مالاكساج كيطلع على ضوء كيطلع على ضوء كيطلع على ضوء. هذا الوقت فاش كنطحنوها حنا علاش كنطحنوها عندنا حنا؟ لان كندخلوا المكونات بعضهم. تاكد انهم داخلين. ممكن تاخذ ما مطحونش عندنا ما تستعمليش جميع المكونات، ولكن الوقت فاش ما تكون مطحونه من عندنا مطحونه يعني داخل المكونات بعضهم بعض يعني كل رقعه من داخل سمو كتعطي نفس المدى. هو الاساس. غير واحد القضيه واحد السؤال. نعم. في الطياب. نعم. كيفاش حيت واحد الاختصاصي قهوه قال لي ما خصهاش تغلي القهوه ما تغليش. الطياب ضروري القهوه الطيب. طيب شويه القهوه علاش الاجداد ديالنا الاجداد ديالنا اللي كنا كنطيبوا حنا القهوه زمان كيشموا الجيران القهوه باننا دايرين القهوه بمعنى تتغلي انها كطيب. وهنا الطرق ديال الطياب ديالها متنوعه. كاينين الناس اللي كيديروا العصارات هذا الموديل وكاينين الناس اللي كيطيبوا في البريق عادي او كسرونه عاديه هنا كيبقى. وملي سالنا الناس ذوي الاختصاص والناس اللي الشركات اللي كندويو مع الناس الشركات كيبيعوا القهوه كيقولوا لنا على ان الطياب ديال القهوه العادي والطبيعي جدا هو اللي صحي اكثر. هذا كلام خدنا عند الناس صحاب الشركات. شنو هو الطبيعي؟ يعني الطيب في الكسرونه كيقولوا بان ديك لا بريسيون اللي كيديروا هما يعني ما مزيانش. فوالا ما عندهاش اسمه. هذه ورثناها بالتجارب ديالنا حنا طوال الزمن. واخا والطريقه شنو؟ ياخذوا كاسرونه يخليوا الماء يغلي. كاسرونه يغلي الماء مزيان القهوه لمده ديال سبعة دقائق 8 دقائق 6 دقائق يعني تكون جاهزه القهوه. ديك الساعه تعطي النقيع ديالها. وقتاش ما تنقع القهوه كتكون جاهزه. 5 دقائق تغلي شويه صافي. اه تغلي شويه راه كتفيض هي القهوه راه كتفيض. كتفيض مرة جوج وكطيب واحد العافية شوية. هذا هو السر ديال القهوة. بسم الله جبتين كل واحد يعطينا سر راسي. ملي طبخ طفو عليها معلقة ديال الماء وديرها فيها وتخليها تهمد باش تخوي. علاش؟ تهبط السكر كاملة. لا السكر كيهبط. لا حتى الماء معلقة تنديرها أنا ملي تغلي ديري الماء حتى تهزي من المعلقة تخويها تتهبط كتهبط كاملة باش ما كيبقاش داك ديال الفوار. دابا غادي طحنها ياك طحنها كاسرون بريق حيت أنا بغيت نديها نطحنها قلتوا لي لا خصها تطحن كاملة أحسن مزيانة تدخل مع ندخلوا بعديات هكا باش كيما يقولوا المخدوعه نعم كيدخل مئات الاطنان ديال القهوه كيدخلها للمغرب. السيد عنده شركه كيدخل مئات الاطنان كيقليو القهوه اختصاصين كيقليو القهوه
القطاع وكيسربوا لنا القهوه. صوتك ليه كيفاش انت بيرسون بيرسون انت كيفاش كتشرب القهوه؟ اش من نوع ديال القهوه كتشرب وكيفاش كتشرب؟ قال لي انا كنشرب القهوه يعني الطريقه ديال الطياب ديالي في الكاسرونه طبيعي. قال لي من لوريجين ديالها قال لي القهوه الصحيه هذا 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 مشاركه اللي كيدخل القهوه هو عليه يدو كيدير القهوه كيطيب القهوه في كاسرونه. يعني هو راه عنده مواكن بزاف وعنده الطياب بزاف. كيفضل الكاسرونه؟ هو يفضل انه يطيب قهوه عاديه في الكاسرونه. انا كنديرها في كاسرونه فوالا هذا هو الاساس. ويعني وحنا شفنا تجربه ودرنا تجربه بروسنا لقينا كاسرونه ما كتضرش وما كتضرش وحتى الطياب ديالها كيطلع كتطلع شابه كما يقولوا الجزائريين. شافني كتشبه السفوف. لا هي هي خصها تبرد فيها اللون. لا قريب يوصل للسفوف. خصها تبرد هي خصها تبرد خصها تبرد باش هي باش تعمل ديرها في قاع الزاج. وهذه سيري الطوموبيل تحت الداخل مشيتي كتبقى كتبقى في الطوموبيل وما ما بقات كيبقى ريحه القهوه بقات شاريه. شوف انا كنمشي كندي معاها كنديها معايا وداك الشيء لا طلعت لي لا بغيتو كله سيري صافي نجربها ونتفكرك. ماشي مشكل انا نعطيكم الطريقه ديالي كيفاش كندير القهوه اللي واقيلا ما عمر شي حد عرفتي علاش؟ دابا انا ما عنديش ما كيعجبنيش قهوه كحلا بوحدها كنديرها بالحليب. الحليب ما كنعجبنيش عاوتاني ندير قهوه وعاد نكبها على الحليب كتجي ميها. اش كندير انا بلاصه نغليها في الماء كنغليها في الحليب كنديرها بحال نسكافي. عرفتي كيفاش كتجي؟ حيت انا ما تتعجبش هي اصلا قهوه حليب ما داك ولكن المهم انا حيت وجربيها وشوفي كيفاش كتجي. هذا القهوه حنا ملي كنخوع عليها هذاك بوليسيما هذاك اللي كنجيو بوليسيما راه ما تعجبنيش انا هكذاك بوليسيما وداك الشيء هكا كتجي. دابا الحاجه هذا ضروري القهوه بلا شيء كيشرب قهوه ولا القهوه ما كانش قهوه ما تهضريش معاه. هذه اصيليين القهوه في الصباح والقهوه في العشيه. القهوه دابا هو القهوه او ما نعالك الطبيب ديرها وغلاها ودير خلاها في الدار تزيد كاع جميع جميع انا الكحله ما كنقدرش عليها انا بالحليب واخا كحله مجهده شويه احسن من ماجيك. جربتيها بوحدها بلا عشوب؟ بلا عشوب وتجي قاصحه كتجيني مجهده ما تنقدرش. انا غنجربها بوحديتها. نعم ربما مريم نعم ربما الدوزاج اللي كدير ربما الدوزاج اللي انا غنجرب هذيك كحله بوحدها ونشوف. دابا المعيلقه شحال 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 مثلا الحليب نصيب الحليب شحال ديال الفيره؟ واش بغيتي القهوه واش بغيتي قهوه نص نص؟ لا لا خفيفه انا خفيفه ما يلقص تشل طلع قهوه حليب خفيفه. حنا عندنا في الويكاند نديرو فيها خمسه. لا لا حنا السيك حنا كنديرو قهوه السيك مجهده حيت كيبغيها مجهده. اش قلتي لنا بالتخان حاس باغا ما تدخليش لنا في وصفات تبقى وصفات الجميل. لا الدخا ديالها ما يتلحش برا. اه فين يتلا؟ الزبده ولا في الطماطم؟ اه على حساب صحاب اللي قلتي نديرو به شي حاجه. القماش. اه القماش ما داكشي القماش مزيان. ايوا الله يعطيك الصحه. بحال هذا هنا كنا في داكشي ديال السلاس دقنا في الحلا العطريه وفي القهوه وفي بقى لنا زوج حاجه ما وحنا في العطار. دابا راه العطار هما وعطينا كوكتيل نواع بان لي هنا اللوز. شنو الفرق ما بين هاد الانواع ديال اللوز كامله؟ اللوز حيت غندوزو دابا المقادير ديال السلو. هي هي ماشي مشكل ديال الحاجه اللي كدير. شنو الفرق ما بين هاد هذا اللوز ديال الماكله هذا 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 هو مالك اللوز. شنو سميتو هذا؟ هذا هذا ماركونا ديال المكناس. مار ماركونا ماركونا ديال المكناس. ماركوما ماركونا ماركونا بنا ماركونا بالنون. هذا ديال المكناس ديال المكناس. هذا احسن لوز واغلى لوز. شحال؟ كيتقلى كيتحط. هذا اليوم كيدير 140 درهم. 140 هذا هذاك اللوز ديال كاليفورنيا ديال برا ديال برا هذا ديال الميريكان. شحال؟ 90 درهم. 90 وهذا هذاك الغليظ هذاك كيقولوا له الغليظ ديال 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 المكناس حتى هو بحال هذا. نعم لا ماشي من فصيلته. شي فصيله من بلاد وحده. دابا مكناس معروفه باللوز. مكناس فيها انواع ديال اللوز كاع المناطق المغربيه كل منطقه وشنو فيها ولكن هاد الانواع هادو كاينين في مكناس. وثم غادي نقول لك ثم كاينين انواع هذا بحال كاينين انواع ديال الريف. هذاك هذاك ديال هذاك ديال اسبانيا. اسبانيا هذاك كيدير الخضره خاصه هذاك غليظ كيكون مع كيمشي مع الخضره. فين هو اللي كيجي مزيان السلو؟ السفوف يا اما هذا المكناس هذا
هي هذا هي يا اما اللوز الريفي راه هو فين هو الريف هذا كيجي وهذا كيكون فيه ندام زايد هذا ندام زايد كيبان بحال ما غليتش بزاف ما غليتش بزاف ولكن لا الريف هذا فيه ندام نسبه الدهون فيه مرتفعه ديال هذا هو اللي يصلح للسلوم كيصلح للسلوم وهذا النوع هذا بحال هذاك النوع ديال المكناس بحال الاخر ديال المكناس دابا شنو الاختلاف كيكون في الشجره؟ اه نعم كيكون الاختلاف في الشجره بحال هذا ديال كاليفورنيا هذا ديال كاليفورنيا جاي من الشجره ديالهم هذا شجر امريكي هذا كنقولوا حنا هذا هو كيكون ما فيهش الحار ولكن هذا كيكون هو كيكون مهجن مهجن يعني الاوريجين ديالو مهجن ديريمي هادو اللي عندنا حنا هاد اللوز اللي عندنا حنا بحال مثلا ديال الريف ديال تاليوين وديال اللوز مثلا ديال المناطق ديال مراكش الجبال ديال مراكش والمناطق ديال ازيلا دمنات وداكشي هادو كيكون سوفاج كنقولوا حنا يعني لو يعني لوز سوفاج سوفاج ها ولو دوغري وسبحان الله سبحان الله النسبه ديال الزيوت اللي في هذاك اللي كيكون سوفاج ما كيكونش في هذاك اللي كيكون مهجن هذاك اللي مهجن كتكون فيه الكاليبر وما كيكونش مهرس لان الطريقه باش تخدم كتكون طريقه كيكون يعني بلوزين وطريقه بالمواكن وداك الشيء هذاك الاخر كيكون غيتهرسوا غير العيالات كيبان مهرس البنا والزين زوين واخا في البسطيله شنو الريفي حتى هو شنو كتنصحي الحاجه الريفي الريفي يعني الا في سلوف بسطيله تعطي حتى لوغو المذاق تعطي المذاق ويعطي لوغو الماكله هذا الماكله رقم واحد هذا الماكله هذا رقم واحد هذاك القليان اللي بغيتي الريفي شحال داير الكيلو؟ اليوم اليوم كاين 90 درهم دابا قرب ها العواشر قريبه العواشر دابا اللي بغى يتقدى يتقدى دابا قبل ما يغلى شوف كيطراو حتى الثمن ديالو يعني حسب الفصول وحسب الوجه هذا العام اللي داز دابا كانت فيه يعني كانت فيه المحصول قليل راه بدا من 60 درهم اليوم راه 85 90 درهم كيدير هذا الريفي كنقول لك الريفي هذا النوع ديال الريفي هذا 140 الثاني 90 ثالث 100 والاخر هذاك 110 ديال اسبانيا ديال اسبانيا 110 وديال الريف 90 درهم واخا حاجه دابا تعطينا شنو كاين في السلو اييه دابا تعطينا القياس ديال كيلو غتجمعوا لي نيت انا هادشي اللي غتقول جمعوا لي الدقيق دابا شنو نديرو كيلو ديال الدقيق مع هادشي اللي غادي تعطي دابا يلا دابا يجمع لينا باش يجيهم مقدار سهل بلدي وهذا البلدي ديال بني ملال ديال بني ملال بلدي وفيه ليدام ديالو شي ليدام ديالو زوين ليدام هذا ماشي زوين وما فيهش نقى بزاف كيبان نقي ندوزين في الماشين وهذا الاخر ديال مصر هذا راه رخيص رخيص هذا 24 23 درهم هذا شحال هذا ديال البلاد 50 درهم 50 شحال غديري في كيلو ديال فورس دوزيام ديالو هو 35 تاو ديال البلاد ولكن دوزيام ديالو صعيب باش كتفرقي في هادشي هذا زعما الا ما كنتش حريف ما تقدرش تفرق ما بين تاخذ يعطيك جنجلان تهزي وصافي عندنا كليان ديالنا كيجيب نعم دواري غادي يفرز لكم دواري غادي يقول حيت صعيبه هذه القضيه هذه يفرزوا لك ماشي مشكل لا مشكل كيلو دابا كيلو كيلو ولكن حنا سبحان الله انا هذا المحل اللي حنا دابا فيه المحل ديالي سبحان الله ما كيتباعش عندي الزنجلان من النوع المتوسط الناس كيقلبوا ورغم ان الزنجلان يعني البنقي اللي كيكون مزيان كيكون زايد الثمن ولكن كيكون طلب على هذا النوع عندي انا اللي عندها لان كل محلات واش كيبيعوا انا المحل ديالي كيبيع الجوده الا ما كانت الجوده يعني الكليان انا ما تباعش عارفين دابا هما جايين على هذيك الجوده يعني جوده متوسطه ما تباع خصها تكون رفيعه رفيعه وكل هو بلاتي كيلو 50 درهم هذا ياك اللوز ديال الريفي بلدي الريفي البلدي الفورس الحاجة الفورس قلتي الفورس بوحدو كيلو يعني كيلو ونص كيلو ونص لا نص كيلو قمح نص كيلو ديال القمح وكيلو فورس واخا القمح كتقصدي كيلو انت على حسب بلاتي الحاجة الفورس
الفرصه معروف القمح شنو كتقصدي فينو اه ماشي الفينو ماشي القمح اه الفينو الفينو نص كيلو نص كيلو وكيلو ديال الفرص كيلو ديال الزنجلان اللوز كيلو ندير لها الريف ياك الريف دابا نجمعوا المقادير والطريقه العجيبه اللي قلتي لي هذيك بوحدها هذيك راه حيت ملي قلتيها لي خاصه ولا بدا الصور بلا ما غادي ان شاء الله الطحن غيتعلك الراس نشوفوا هذا السر هذا ديال تعلك الراس ولا واه لا لا راه عندها شي سر تعطي لينا شي كنطحنوا فيها سر اخر في دقيقه واه النافع ديال النافع البلدي عندي ماشي المسبوخ لا لا هو هذا ما كنبيعوش بعدا لا هذا دينا شونطيو كنوريو الكليان منظر كنوريو الكليان باش كيلو تعطيني كيلو نص رابعة نص رابعة نص رابعة ديال نص رابعة ديري هذاك الشيء اللي كديريه بغاو الطريقه ديالك ديال السلو على حساب كيلو على حساب كيلو حتى دابا الناس ماشي يديروا هذا ديال حساب كيلو حيت لو غات لا كتزيد عرفت لا هذاك الشيء دقيق الا بغات تزيد دير جوج كيلو حنا بغينا نعطيو قياس العادي اللي غيقدروا عليه مزيان غيزيد داك الشيء شويتينا فيه شحال نسراب عاد القرفه 125 غرام صافي صافي ماشي مشكل انا هادشي ما غنخدموش حتى تخدمي الطريقه ديالك انت هي اللي غديري 25 كيلو عاد غنخدمها انا هكذا قليله ان شاء الله باذن الله ترجعي من العرس بسلمه غانمه راه تيقول لك ما كتصوريش اطباق جداد قلت لها الاطباق كلشي كاينين خارج المغرب خارج الدار البيضاء خاصنا نسافروا دابا انت باكينا نهضروا تاوريرت ان شاء الله الله يستر ممكن تصوري معايا ان شاء الله ان شاء الله الزعفران اللي تشمي بهذا الريحه ديال الزعفران تبارك الله ها هو كيفاش يكون في القسم ديالو الريحه كطلع شتي كيفاش كيكون في كيحيدوا شعره بشعره ها هو ها هو شتي ها هو خذي خذي الخرفه ديري شويه ناش ميت مشات معايا الزعفران هذا الزعفران دابا شحال مرات تقول لي شنو باش تعرف الزعفران مزيان من هذاك المسبوق الريحه الزعفران ماشي كيس لا ماشي غير الريحه لا الزعفران ديال تاليوين والله العاب كنا غنديرو في الشباك الزعفران باش نعرفوه مزيان الزعفران الحر كيكون فيه الرائحه زايده على هذاك نوع الطيبوبه سبحان الله الزعفران ديال تاليوين ديال المغرب نوع الطيبوبه فيه طيب يعني ريحه الطيب ديالو يعني مغايره ديال ايران ها الثمن ديالو لا يقارن يعني الثمن ديال ايران بخس رخيص جدا الزعفران ديال المغرب الا درنا فيه الماء ولا درنا فيه الريق كيكتب بالصفر كيكتب بالصفر عمرنا به اتاي يعطي لك شكوشه زايده واحد الريحه ديال لا دو لا سبحان الله لا دوز ديال الجهد اللي كاين فيه ما كاينش شي زعفران اخر في العالم بشهاده كيجوا الناس عندنا الشرقيين يعني جاء الشرقيين اللي هما قريب ليهم ايران كيبغيو كيبغيو الزعفران ديال المغرب تاني. على العلم ان زعفران المغرب اغلى من زعفران ايران وناس شرقيين كيجوا يسولوا كيديروا به وصفات الناس ديال الاعشاب كيديروا به وصفات كيعطي واحد العدد ديال النتائج بغض النظر على كيف حنا اللي كناكلوا به ديالنا دابا الطريقه باش يعرفوا من الريحه اول من الريحه من 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 الريحه واحد وثانيا من الكتبه ديالو كيكتب ديالنا حنا كيكتب وفيه كتبه صفراء يعني جوناتخ غادي الصفر من الصفر الليموني ما بين الصفر والليمون يعني كيكتب مزيان
وفي الماء كيعطي لا كولور اكثر ملي كتحطو كيلون كيعطي اللون اكثر من هذاك ديال الصفر ديال الاخر. وحنا كنعرفوه حنا كنعرفوه غير بعينينا كتشوف. حنا مهنيين كنعرف الوقت فاش ما كنشوفوا الزعفران ديالنا حنا ديال المغرب كتخفش. لا انا كنقصد لك هذاك اللي كيقولوا لك كيغشوا كيديروا الشعر ديال الكبال وكيصبغوا هذوك هذوك الزعفر هذوك الناس كيديروا يعني جا جا لا تخلط هو كيف جا راه جميع المسائل الناس اللي كيخلطوا الفكره ديالهم شنو هي انهم يطيحوا الثمن ديالهم بالثمن. حنا كيجيو عندنا ناس كيقولنا شحال الزعفران كنقول لهم الزعفران 30 درهم للغرام كيقولوا لنا لا كاين غير ب 20 درهم الور كو في بلاصتو هو في البلاصه ديالو اليوم في البلاصه ديالو كيدير 27 درهم و27 درهم يعني زائد الكسور ديالو يعني الثمن ديالو 35 درهم. هذا الحر الحر هذا هو الاساس. ايوا حنا كنشروه من البلاصه ديالو كنشروه من المنبع ديالو من البلاصه نجيبوه من المنبع بلاصتو هذا الاساس. هي اسهل طريقه الواحد يكم يشمو يعني حتى حيت باش غيخليكش دير لي توي المهم غير شم راه تيطلع غير حليتي دابا البواطه طلعت الريحه ديال ايه متفق معك هذا متفق عليه ولكن الريحه كتكون ناقصه ديال هذاك اللي مخلط اللي مخلط غيحسوا بها ناقصه مغشوش كتكون الريحه ديالو ناقصه خصهم يحسوا بها مجهده مجهده وطيبه طيبه زوينه شي حاجه زوينه. ايوا شكرا كملوا سلو سير لا شوفي مع سلو شنو باقي شحال ديال المسكه حره 10 درهم قلبو مزيان الجوزه ديال ثلاثه منين المسكه هاي دابا قلنا في هذاك الكيلو 10 دراهم ديال المسكه حره ثلاثه الكوزات ثلاثه الكوزات القرفه نص نص رابعه اها شنو باقي ديال القرفه صافي هادشي سنتي صافي صافي لا غير الزبده وداكشي راه باين لا لا زريعه الكتان و هذاك بوحدو عاد باش نجمع لك الزميطه بوحدها الزميطه واخا الزميطه غنديرها بوحدها دابا هذا سلو هذا سلو بوحدو عادي داك الطبيعي ودي السلو ديال اللي فيه زريعه الكتان فالحمص فيها الذره فيها الشعير فيها الكاس سوجا سوجا تمر بوسكري فيها اليازيت هي فيها سميتها ديك بوحدها زميطه بوحديتها واخا وتتقلى بالفراح شنو الفراح الفراح ديال الطين غنقليها فيه طاجين غتشوف غتشوفي الطريقه عاد باش غنطحنها راه غتكون عبره ماشي غديري الزميطه انا غندير الزميطه صافي ان شاء الله المهم نشوفوا سلو نشوفوا الزميطه دابا سلو هادشي اللي كاين ايوا صافي من غندير سميتو كثيره غادي ان شاء الله الجن اللوز مسكة حرة مسكة حرة فاين شحال ديال الكيلو الزبيب 60 درهم لي فوي سايك ديم زعما زعما مزيان هادو المملحات النوازات واللوز بالحار هذا دقناه زوين هذا اللي كلينا قبيله زوين هذا لا داك زوين تعجبني انا قرقع شحال داير؟ هذا 140 درهم نصاص 130 نصاص 130 مجهول شحال داير؟ مجهول كاين هذا هو 150 هذا 100 درهم ديال الأردن هذا ديال الرشيدية هكذا ديال الرشيدية ديال البلاد ديال الرشيدية شتي كيداير شوفي هذا ديال الأردن زوين ديال مجهول ديال البلاد ديال الأردن ده الكيوي تا هو شوفي الكيوي هذا منين هذا شوفي الملو هذاك الملو ياك لا لا منين شنو بلاصه هذا اللي قلتي ديال الرشيديه الرشيديه هذا 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 الاردن هذا شو ديال البلاد تبارك الله شحال هذاك ديال الكيلو 150 الاخر 140 لا 100 هذا 120 هذا 90 صورت
شوفي هاد المجفف هذا بحال هذا هذيك بتي المالو لا اللي حداه هذاك بومبليموس بومبليموس بان لي خضر هذيك الطوماط اللي حداه مطيشه لا الساشي السلام عليكم بعد القوطه السلام احنا جبنا دابا السلعه هي جبنا السلعه ان شاء الله حلحله خمسه اللوز دابا غنكملوا ياك من بعد ما جينا من عند ماشي نهار اخر هذا ياك نهار اخر هذا دابا ماشي هذاك النهار اللي كنا عند العطار دابا نهار اخر ثاني مشينا تقدينا فيه السلعه من بعد ما دوزتي العطريه هاوكي ودوزتي العرس العرس الناضر كي داز العرس مزيان داز الناس ما ديروا وليداتكم كاملين جميعا داز العرس خلاص داكشي زوين الناس ضافوا فينا ايوا مزيان مزيان بخير عطاونا دار بوحدنا نطيبوا فيها نعسوا فيها الناس ما خلونا كاع نجيو ايوا مزيان واخا بقيتي اكثر من 4 ايام قلتي لي انا بقيت 5 ايام 5 ايام تناصت 10 كبنا فيه عاد جيتو ما خلونا كاع نجيو كل ما عندي واحد اسبوع نبركو شويه زيدو باش كي دايره النيه تما مزيانه زوينه في الناضو ناس مزيانين والكونفيونس ايوا تبارك الله حيت هاد القضيه بزاف تيسولوا تيقولوا لي اش من مدينه واش كتسافر لمدن اخرى تنقول لهم راه حتى تسافر انت اغلبيه الخدمه تجيك بعدا من مدن اخرى بعيد لبعيد بعيد الخدمه والناضو بزاف ياك الناضو بزاف وطنجه ووجده وجده وجده دابا حينا عندنا واحد شهر 8 في وجده في وجده حينا واحد في طنجه ثاني في شهر 8 جوج في وجده وسميت وهادو مالي العيون حتى هضروا معايا تكلموا معايا ما بقاوش عيطوا ما فهمت والو دابا يشوفوا دابا ويفهموا شنو كان شي عرس كان عطاو العربون وكل شيء في العيون في 60 طبله في العيون في العيون وان شاء الله خير دابا انت ما بقاش عندك الرقم ديال باش تواصلي لا ما بقاش عندي وهو نداء نداء دابا من الفيديو بصحني راه انت ما عندكش الرقم باش تواصلي معاهم وتعرفي فين وصل العرس نعرف فين وصل ما أيوة. عرفتش شنو وقع بهم ايوا تبارك الله قولي غتجولي المغرب غتولي انت جوا جوله ان شاء الله ان شاء الله الله يسر تبارك الله عليك جوله ان شاء الله ما شاء الله امين 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 الله يشافي اليوم ولا داري ونجول ان شاء الله يا ربي يشافي ويعافي يا ربي يشافي ويعافي الله يشافي ويزيد فرحته دابا عندنا الزنجلان شحال ديال الزنجلان هنا؟ هنا 25 كيلو زنجلان 25 كيلو والقياس ديال الكيلو راه عطيناه ليهم القياس ديال الكيلو راه عطيناه ليهم واللوز حتى هو 25 كيلو حتى هو 25 كيلو هيا جاوبي ماشي مشكل ودابا حنا ان شاء الله حنا بسم الله حنا ان شاء الله غادي نبداو كتشاهدوا فينا كتشاهدونا شاهدونا صافي مشاهدينك ان شاء الله رمضان جاي هذاك شعبان جاي ان شاء الله دابا ان شاء الله غادي تشوفوا راه حنا درنا المقدر ديال الكيلو اللي بغى يدير على قد الدوره عطيناهم القياس القياس واللي بغى يدير كثير ها هو القياس هانتوما تتشوفوا تتشاهدوا دابا هاد 25 كيلو انت غتصاوبيها غادي تبيعيها ياك غادي نبيعها كاين ماليها ولا كاين الناس اللي وصيت يقول لي انا نقول لهم مرحبا بي ان شاء الله صايبي بشحال قلت لهم باقي كلشي الناس يقولوا لي بشحال تنقول لهم انا باقي من غادي نجمع الاثمنه عاد نشوف راسي سميتو عاد باش غادي شحال مسلكك شحال الكيلو شحال وراه مزيان راه زنجلان راه اللوز راه النافع المهم كلشي غيشوفوه على عينيهم نيت راه الكرويه باش ما يقدر لكم ما يدير لكم حرقه ايوا الى حشمنا ان شاء الله يكون خير الى حشمنا ان شاء الله الله يستر يا رب الى حبصلو اليوم الغسيل يوم الغسيل ان شاء الله ونديرو ينشف ونعاودو ونقيو باش نحمرو دابا اللوز غادي ان شاء الله حتى هو نسلقوه ونفسخوه انتم تتشاهدوا انتم كلشي غتشوفوا على عيني ما يشوفوا على عينيكم وعاد باش ان شاء الله نفسخوه ونقادو حتى ونقليو وعاد باش نديو نطحنو ويكون
تكون خير غتشوفوا كلشي على عينك. واه عرفتي شنو كاين اللي بغى مرحبا. ولا دابا هادشي اللي بالي بالي انت دايره 25 الناس اللي ديجا كتعاملي معاهم بالي دابا مع هذا الفيديو بالي خصك تزيدي واحد 50 كيلو اخرى ان شاء الله. حنا على هادشي قلنا نصوروا كلشي المراحل اللي يشوفوا حتى الغسيل يشوفوا كلشي كلها كيفاش غتخدم ان شاء الله. ما نقدرش ندير شي حاجه بلا غسيل بلا تنقيه بلا حتى شي حاجه. انتما تشوفوا كلشي على عينيكم ان شاء الله. العيالات معايا ان شاء الله سلوى راه كيعرفوها. السلام عليكم أمينة. هي تعرفوها مشرفين بكم مساعدات ديالي. اي والله ان شاء الله يكون خير وليه ان شاء الله الشمنة. ان شاء الله الله يستر بداو الغسيل ان شاء الله. اي بسم الله. هذا الزنجلان البلدي هانتوما راه كانوا اش غايشوفوا دابا فاش شريناه. اييه صافي هذا البلدي ان شاء الله. وراه تيبان ليا ما فيهش لا ما فيهش حتى هو قال لي غنعطيه لك نقي ولكن انا ضروري خصني نغسل. خاصك تغسلي بس كيبان ليا نقي زعما لا نقي ما فيهش كاع لا وانا خصني ضروري نغسله. دابا مع الشميشه كاينه غي دغيا ان شاء الله نديرو في ليزو دغيا عيط تحلف نهزو شناهي تحلف يضربوا البرد هكذا تحلف يضربوا تحلف يضربوا انا راه كنتعلم معاك الكلمات. ان شاء الله وغادي نديروه في ليزار ان شاء الله ملي نغسلو يتسقطر. دابا اللي غنديرو غنسقطر تعلمي ناري الماء ناري الماء مين تبارك الله البانيوات بيضين حاضرين واخا علقوا علينا على البانيوات صافي كاين البيض دابا كيدور. زيد البانيو خوي زيد البانيو خوي اصلا انت عطيتها النظر زوين بالي ما بغيت شنو هو كتحسي ب بسم الله المقاوه بسم الله بسم الله ها تبارك الله نقي شوف ملي حطات الماء نقي كيبان نقي بسم الله بسم الله زيدي شويه الماء زيدي الماء بسم الله بسم الله شي لا كنتحش راه تحي كتحيين كيعاون هو ملي كتغسلي تجي تنقي كتلقاي تلقاي كدوزي الزرار كله لتحت كلشي. اي زيدي زيدي هذه الوقيته اللي كتوجدي فيها ديما انت سلو ديما نسلو الاخر نص رجب ولا نص ديال الرجم انت علاش يلاه يلاه الناس تبدا تجري وهذا باش نديرو تاني ان شاء الله النهار ديال التصوير ديال الشباكيه. اللي قلتي لي العجيبه ديالك العجيبه جات لها العسل من الناظور ياك عسل الجمزامي يا السر ديالها هو العسل. ما تتصوبيش العسل تديري الجاه كاينه اللي كدير شي غادي نقول لك تنديرو كله كتخلطي هكا هكا ونصور معك حتى الطريقه ديال العسل لان حتى هو كاين اسئله كثير على العسل. نصور طريقه العسل انا كنقول لهم العسل راه نص شباكيه اييه تندير فيه الزعفران تندير فيه شويه ديال الزعتر شويه ديال قرفاع واد تبارك الله وهذوك الحيه هما اللي بغيناهم ان شاء الله الاسرار باش ينجح العسل ان شاء الله. لا لا حشمنا الله يستر ودير كاع اللي ما تعرفش العسل تعلم ليه دغيا ياك هذيك الساعه على الروب ديال الطياب تبارك الله صافي على خير ان شاء الله. ان شاء الله بسم الله تهزيش من تحت باش يبقى المزرع من الفوق يعني كتهز غير من الفوق فهمتي باش يبقى المزرع. شنو كتقولي ليه المزرار داك المزرار الرقيق الحجر الرقيق كيقول المزرار عرفتي هو راه نقي شوفي ملي غسلتو زاد صفا زاد صفا دابا ملي حطوه في البانيو يهزو من الفوق ما يهزوش من التحت شوفي الشبكة الأخرى مينا باش تعاونو خويا هنايا سقطة. مرحبا فاطمه الزهراء. مرحبا فاطمه الزهراء كتكملي معنا الحلقه ياك هاد الزنجلان شحال كنا خدينا الكيلو قال لنا 960 وكنقص لينا شويه حيت بلدي حيت بلدي داكشي 480 هادشي اللي قالت ليه هو نقص ليا شويه دابا هاد البلدي شنو الفرق بينه وبين الاخر العادي؟ كرومي لا زعما علاش كتفضلوا نتوما هذا؟
هذا لذيذ وصحي. صحي ولذة. ولذة. آه. هو تيدير ولكن ما فيش اللذة اللي فيه. اللي في البلدي. في البلدي. من ناحية اللي دام يعني ملي كيتطحن كيطلع هذا أكثر. أيوا هذا أكثر الآخر لا. بحال كتقدري نقولوا ما ديريش اللي دام بزاف ملي كيكون زنجلان مزيان. نكون زنجلان ما ديريش داك الزبدة بزاف ما ديريش اللي دام حيت دابا ولا كلشي مغيب. كوليستيرو كلشي دابا أنا علاش نحمر الدقيق في الزيت؟ على قبل على قبل هاد سميتو بلا ما نكثر الزبادي وداكشي تيتعلك يجي معلك. الاكثريه تيبغي معلك معلك. الاكثريه انت ديالك داك السلو المعلك. معلك. دابا غادي نصايبو وتشوفو ان شاء الله. ان شاء الله قلتي غادي لنا حتى الزميطه ياك. حتى الزميطه ان شاء الله. هاي هي صحية الزميطة. هي صحية. نحمص فيها الذرة فيها الفول فيها الزعتر فيها تيميجا فيها النعناع فيها الكروية تبارك الله فيها زريعة الكتان كاع الحاجة الصحية السوجة كاع الحاجة الصحية كاينة إن شاء الله.